أهلا بكم في كورس احترف الذكاء الاصطناعي. في هذا الكورس سنتطرق إلى ثلاث محاور مهمة. أولا سنتعلم كيفية تأليف الكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي مع طريقة تنضيد الكتاب على برنامج وورد، ثم ننتقل إلى منصة كانفا لتصميم الغلاف مع عمل موك أب لعرض الكتاب بشكل واقعي. ثانيا سنتعلم كتابة المحتوى باللغة العربية باستخدام منصة كاتب الشهيرة، وكذلك سنقدم ورشة لكتابة إعلانات السوشيال ميديا باستخدام الأداة تشات جي بي تي. ثالثا سنشرح طرق متعددة لتصميم الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي مجانا مع تعلم كتابة تقنيات أوامر الذكاء الاصطناعي برومبت. أيضا سنتعلم كيفية تحويل الصور ثنائية البعد إلى صور واقعية ثلاثية الأبعاد مجانا. تابعونا بأقوى كورس عربي لاحتراف الذكاء الاصطناعي.